خلينا نروح لموضوع آخر خاص بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اللي أصدرت الملخص التنفيذي لتقرير الوطني الطوعي الثالث لمصر، واللي قدمته الدكتورة هالة سعيد في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة، واللي أقيم بشكل افتراضي في نيويورك من 6 لـ15 يوليو 2021، والمعني بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. دكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أكدت أن التقرير الوطني تم تقديمه في إطار استراتيجية مصر الشاملة للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، والتي تم إطلاقها في 2016 بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. وقالت كمان أن تحديث رؤية مصر 2030 سبب الحاجة لمواجهة عدد من التحديات اللي بتضم ندرة المياه، الزيادة السكانية، التطورات الجغرافية والسياسية والعالمية والإقليمية، بالإضافة لاستيعاب تداعيات جائحة كورونا وعملية التحديث اللي تمت في إطار تشاركي مع كل شركاء التنمية، واللي بتتوافق مع أجندة إفريقيا 2063 وأهداف التنمية المستدامة الأممية. خلينا نتعرف أكتر على كل المواضيع دي مع الدكتورة رندا جلال، أستاذة التخطيط الإقليمي والتنمية المحلية. بنرحب بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير على حضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة. يعني إحنا بنتكلم على موضوعين يعني مهمين جدا، فكرة الاتجاه نحو التنمية، تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة الخاصة بكل النواحي زي ما قلنا في المقدمة، سواء سياسيا اقتصاديا بيئيا واجتماعيا، وده حاصل في مجموعة كبيرة من البرامج اللي شاركت فيها مصر في هذا المؤتمر الافتراضي أو المنتدى السياسي رفيع المستوى. طبعا 2030 كانت رؤية شاملة مغطية كل الأبعاد ووضع طبيعي، حتى لو ما فيش متغيرات جديدة كل 5 سنين بنقف وقفة كده نقيم اللي اتعمل ونشوف هنقدر نكمل بنفس في نفس المسارات ولا في تغيرات ولا في استحداث. طبعا الـ5 سنين الماضيه منها اخر سنتين حصل تطورات رهيبه في جائحه كورونا، حصل خلل في الامن الغذائي، فلازم الناس في جائحه كورونا حصل فيه هبوط للصادرات والواردات والكلام ده كله، فلازم يبقى فيه خطط بديله للكلام ده كله. حصل ان في ازمه المياه في افريقيا وهكذا بالنسبة لنا. طيب كل ده أطر حاكمة لتطوير الاستراتيجية دي، سواء الأطر دي يعني آنيا لازم نحلها أو تغير تكنولوجي بيحصل في العالم، فلازم إحنا نكون مع العالم في أي تغير. لازم عشان كده الرؤية بتبقى فيها صفة المرونة في تغيير مساراتها وتغيير الخطط بتاعتها، فده يعني أمر حتمي بنعمله كل فترة زمنية. إيه من التحديات دي يا دكتور؟ ويمكن إحنا ذكرنا بعض الحاجات، الزيادة السكانية، ندرة المياه، حضرتك تكلمت عن طبعا جائحة كورونا وإن شاء الله نعدي فينها، في تطورات كمان جغرافية ومناخية، كل ده ممكن يأثر بشكل كبير على التنمية المستدامة. إيه هي الأخطرها على مصر بشكل خاص، على أفريقيا بشكل عام والوطن العربي؟ إزاي مصر بتخطط إن شاء الله إن إحنا نقدر نعدي ده لتحقيق هذه التنمية المستدامة؟ طبعا في ضمن المتطلبات العالمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أهداف التنمية المستدامة معناها إن أنا إزاي بوظف الموارد اللي عندي باستدامة لمدى زمني طويل للأجيال القادمة. فطبعا هنا تدخل بقى التقدم التكنولوجي، يعني مثلا هننمي مثلا الصحراء الغربيه، هننميها باساليب مش ان انا افتح اراضي كتيره للتنميه وخلاص، لا بيبقى محسوب فيها كميه الميه اللي هتستخدم وعدد السكان اللي هيشتغل في المكان ده وعدد السكان اللي هيعيش على المياه الموجوده، سواء ميه للشرب او كده وميه للانشطه. زراعه تبقى الزراعه هنا طبعا بتحتاج كميه مياه، يبقى لازم يخش العلم الحديث ازاي المقنن المائي اخد اعلى كفاءه من المنتج الزراعي وباقل كميه ميه وباعلى جوده. طب اعلى جوده وممكن اصدر منها للخارج طبقا للمواصفات العالميه. بص بقى حضرتك كم عامل حاكم، مواصفات عالميه، يعني هو ما هيشترطوا حاجه معينه للنباتات الطبيه والعطريه اللي انا هصدرها لصناعه ادويه او لصناعه عطور او لصناعه كذا، او هصدر مثلا منتج خالي من الكيماويات او كده ليه قطر معين لموالح مثلا مشهوره بيها مصر للخارج. اذا دي متطلبات عالميه لازم تتاخد في الاعتبار. المتطلب الثاني، طب كميه الميه، كميه الميه هنا انا الارض محكومه بحجم بكميه ميه معينه امنه اقدر اخدها واعملها. طب يخش بقى التكنولوجيا والعلم الحديث ازاي اطلع منتج بكمية مية معينة بكفاءة عالية طبقا للمتطلبات العالمية. فهنا العلم
والتكنولوجيا وتدريب بقى العماله وتدريب المهندسين اللي هتروح تشتغل في الاماكن دي، يعني يبقى جزء اجتماعي وجزء ثقافي وجزء تنموي وجزء عمراني وجزء زراعي، كل ده بيتكامل مع بعضه او بيتضفر مع بعضه عشان يطلع تنميه مراعيه اهداف الاستدامه وفيها استمراريه بقى لعمليه التنميه. نعم، بنتمنى ان شاء الله ان يتم ده بشكل كبير، نشوف فكره اللامركزيه، فكره التحول الرقمي، الترابط ما بين كل الجهات، ما بقاش الاعتماد على ناحيه واحده، فكره الشباك الواحد، حاجات كتير ان شاء الله نقدر نشوفها الفتره القادمه. بنشكرك على وجودك معانا الدكتوره رندا جلال، استاذه التخطيط الاقليمي والتنميه المحليه.